بسم الله هنستكمل إن شاء الله الجزء بتاعنا في التعامل مع البرمجة أو تعليم البرمجة في الجزء اللي هو التاني اللي هو Programming Principles اللي هي مبادئ البرمجة. آسفين طبعا على إحنا غبنا فترة. هنعرف جزء أساسي في الحل، ما هوش جزء نظري ولا حاجة، لكن إحنا اتفقنا إن شاء الله من الأول إن إحنا في الكورس ده عايزين نتعلم البرمجة بجد بتفصيل بامكانياتها، يعني ازاي يبقى انا متمكن فعلا، ما هوش مجرد ان انا ببرمج من غير ما ابقى فاهم اساسيات، ولا انا فاهم اساسيات وما بعرفش ابرمج يعني وما بعرفش انتج برامج. فاحنا عايزين ان شاء الله نتخطى ده. فالموضوع بتاعنا المره دي ازاي احل مشكله باستخدام البرمجه، ازاي افكر في الحل. هو اصلا مراحل حل مشكله باستخدام البرمجه بتعدي على كذا مرحله، الموضوع ده بيعدي على كذا خطوه. يعني في الاساس في خطوات بين دور الانسان في حل المشكله، وفي ادوات الايه او دور الحاسب في حل المشكله. الناس بتفتكر ان الكمبيوتر هو اللي بيحل المشكله خلاص، لا، هو الانسان ليه ادوار والكمبيوتر ليه ادوار تاني. المرحله بتاعت الانسان هو اللي بيحدد، اصلا اول حاجه بيحدد ويعرف المشكله ديفينيشن اوف بروبلم، بيفهمها، واذا كان هو مش فاهمها كويس طبعا اكيد يبقى الحل حل خاطئ، يعني ده اساسي. يعني المرحله دور الانسان تحديد معالم المشكله، مقصود بقى ان انت ما فهمتهاش يبقى انت كده اكيد كده كده هتحل غلط حتى لو انت بتعرف تبرمج. طيب تحليل المشكله بروبلم اناليسز، ودي مقصود بيها ان انا بدون الحل في خطوات متسلسله، اعمل كذا 1 2 3 4 5 6، لو مشيت على الخطوات دي المفروض انا احل المشكله. بنسميها خطوات متسلسله دي اللي هي بنسميها ايه، الاسلوب الرياضي والمنطقي في ترتيب حل المشكله، واللي بنناديه بالاسم الجوريزم. وطبعا الالجوريزم ده ممكن نحطه في شكل افضل شويه اللي بنسميه احنا الفلوت شارت. يعني وطبعا الفلوت شارت قد تكون قديمه، لكن بالنسبه لحلول المشاكل البسيطه بتبقى كويسه ومفيده جدا جدا جدا. لكن في طرق تانيه كتير حديثه زي اليوم ميل وكده. بعد كده بنبدا في مرحله ان احنا بنعمل امبلمنتيشن للبروجرام، ازاي ننفذ البرنامج ده على الجهاز بعد ما عرفنا خلاص خطواته الاساسيه. وبعد ما بنعمل كده طبعا بنبدا بقى، طبعا ممكن يطلع لنا اكسبشنز، اخطاء، بنهندل الاكسبشن دي ونشوف لو في اي ايه، لو في اي مشكله او في اي ايرور او في اي حاجه مكتوبه غلط او 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 ماشي. دي الحاجات الاساسيه. لكن في بعد كده البرنامج بيعمل كومبايل للبروجرام، يعني بياخد الاوامر اللي انت كتبتها دي وبيحاول يفهمها ويشوف هل هيقدر فعلا ينفذها ولا ما هواش هيقدر ينفذها. والكومبايليشن ده الكود بيبقى مكتوب فيه بلغه احنا بنسميها هاي ليفل لانجويج، او لغه يعني عاليه المستوى. احنا بنبقى كاتبين زي لغه السي شارب كده، او لغه سي بلس بلس، او لغه الفيجوال بيزك دوت نت، او لغه جافا، او لغه كده، يعني كلها لغات عاليه المستوى. مع مقصود بيها ان انا بكتب كلمات انجليزيه ولها معنى وبسيطه ومباشره، وده بيبدا يحولها الى برنامج، الى برنامج اخر بنسميه احنا الايه، الماشين كود، او ساعات في بعض الاحيان ما بيبقاش ماشين كود قوي، يعني ما بيبقاش اللي هو 01 يعني، بس بيبقى بيحولها الى لغه اقرب ان الاوبريتنج سيستم يقدر يفهمها، لغه اقرب ان الاوبريتنج سيستم يقدر يفهمها، ما هياش اللغه الانجليزيه اللي احنا بنكتب بيها الاكواد المباشره العاديه دي. طيب في الحاله بتاعت الكومبيليشن دي ممكن يحصل شويه اخطاء، ممكن يطلع لك شويه ايرور ليست، وتلاقي الايرور ليست دي تطلع لنا وبنرجع نضطر نرجعها تاني في تنفيذ البرنامج بحيث ان احنا نقدر نظبطها. ممكن طبعا يبقى السهم جاي هنا عشان احنا نعيد تنفيذ البرنامج او بنعيد تصحيحه، وبيحصل هاندلنج اكسبشنز، بنصلح اي اخطاء ممكن تكون ظهرت في المرحله دي. طيب طيب كويس، ما طلعش فيه اخطاء، بيطلع بقى نتنقل لحاجه ان البرنامج بيطلع حاجه اسمها اكزكيوتابل فايلز زي ما شفنا في المثال اللي فات، وطلع لنا ملف الاي اكس اي اللي هو قابل للتنفيذ بشكل مباشر، والاند يوزر يقدر يتعامل من خلاله ومفيش عنده اي مشكله. وده بيبقى بالنسبه لنا ايه، اليوزر بعد كده كيوزر برضه لسه في دوره، بيعمل بقى انترنج للداتا، بيدخل داتا على برنامج الاكزكيوتابل فايل ده، والفايل ده بيطلع بقى على حسب العمليات اللي جواه بيطلع الريزلت اللي موجود. بكده نكون عرضنا يعني ازاي نحل مشكله بروبلم سولفنج من خلال الكمبيوتر. بس بناكد على معلومه ان حل المشكله من خلال البروجرامنج دي اصلا في الاساس هي مهاره، والمهاره دي بتزيد مع اكتسابك انك انت بتحل مشاكل كتير وبتبرمج كتير، فهي مهاره مكتسبه خلاص. وبتعلم الحل المرتب، ونبعد شويه عن الحلول العشوائيه، وبنحاول ان احنا الطرق المرتبه بتدينا اكتساب اكتر لمهاره ان احنا ازاي نفكر وازاي نبدا نحل المشكله. ودي زي ما قلنا مهاره مكتسبه، يعني ما حدش من اول لحظه يلاقي نفسه مش قادر يحل على طول برمجه يبقى هو ما بيقدرش يفكر باسلوب برمجي، لا،
هو محتاج ان هو يدرب نفسه ويبدأ يكتسب المهارة ديت، ويبدأ يبدأ يقسم المشكلة، يحلها اجزاء ازاي، يمسك كل جزء جزء وينظمه ويحله ازاي، ويبدأ يتدرج بقى، يلاقي نفسه جزء ثم جزء ثم جزء بيحل حل معق او بيحل مشكلة معقدة ازاي، بيراجع الحاجات. كل دي حاجات بتكتسب، لكن بتيجي واحدة واحدة.